بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Student Medical Education Lecture Human Anatomy Module Neuroscience. Title Development of the Spinal Cord. في البداية الـ development of spinal cord أو أي organ في البودي ده بنخصص له موضوع اسمه special embryology. الـ special embryology ده بيبدأ من الأسبوع الثالث، زي ما احنا شايفين كده. ده الأسبوع الثالث، دي مقدمة بداية عن الموضوع بتاع المحاضرة. في الأسبوع الثالث الإمبريو بيكون عبارة عن ثلاث طبقات. الطبقة الصفراء اللي احنا شايفينها دي اسمها endoderm، والحمرة دي اسمها ميزوديرم، انتر امبريونيك ميزوديرم، والطبقة الزرقاء دي اسمها اكتوديرم اللي هي الطبقة الخارجية. ده الاسبوع الثالث من الانتر يوتراين لايف، ده بداية السبيشال امبريولوجي. والسبيشال امبريولوجي اي محاضرة فيه يا ابناء الطلاب بتدور حوالين ثلاث نقاط اساسية. النقطة الاولانية الاوريجن، بداية أي عضو من ناحية، لازم يكون من الثلاث طبقات دول أو من ميكسد، واخد من الطبقتين أو أكثر. فدايما الأورجن نبدأ أول حاجة في السبيشال امبريولوجي بتاع السباينال كورد، بتاع البرين، بتاع الليفر، بتاع الكدني، بتاع أي حاجة، المنشأ بتاعها جاي منين؟ من الثلاث طبقات دول، من أنهي مكان. ده اللي مقصوده بكلمة أورجن. الأورجن يا إما يكون إكتوديرم اللون الأزرق ده، يا ميزوديرم اللون الأحمر ده، يا إندوديرم الداخلي، يا إما ميكسد يكون مشترك في بعض الأورجنز، بيكون مشترك بين التو لايرز أو أكتر. طب بعد ما عرفنا الأورجن بتاع الديفولبمنت بتاع أي عضو في الجسم، تاني نقطة بيتكلم عليها اسمها أورجانوجينيسيس. وأورجانوجينيسيس إتز ذا بروسيس of formations of the organs، عملية تحور العضو وتكوينه بالصورة اللي احنا بنشوفه عليها في الهيومن اناتومي اللي هي واضحة دي. بعد كده ثالث نقطة اللي اسمها anomalies، ممكن يحصل defect في الأورجانوجينيسيس في مرحلة من المراحل، فبنسميها anomalies، خطأ في التركيب التكويني بتاع الجنين. بعد كده السبيشال امبريولوجي بيدينا جنين فول تيرم موجود فيه سليم، بدأ من اوريجن، اورجانوجينيسيس، ممكن يكون في انوميلس بسيطة او ما فيش انوميلس خالص، وصل للفول تيرم. دي النقطة الاولانية اللي عايز اتكلم عليها. يعني اي موضوع هنتكلم عليه في السبيشال امبريولوجي او على الديفلوبمنت بتاع اي عضو في البودي، مطلوب مني التزم بهذا السيستم عشان اغطي الجزء ده من ناحيه الامبريولوجي. النقطه الاولانيه اللي هنتكلم عليها اوريجن، احنا بنتكلم عن ديفلوبمنت اوف سباينال كورد، عايزين نعرف بدايته منين. ادي الانتروتراين لايف، الثيرد ويك اوف انتروتراين لايف، وادي الامبريو موجود اهو في اليوتراين كافيتي زي ما احنا شايفين كده. ادي الشكل بتاعه، ده الجنين موجود اهو، وموجود فيه الثلاث طبقات الاندوديرم اللي هي الصفرة دي الممثله، ادي اليوكساك اهو، وادي دول الميزوديرم، وادي اللون الازرق ده الاكتوديرم. طيب الاكتوديرم ده لو خدنا مقطع في الامبريو، مقطع عرضي، يعني واخدين ترانزفيرس سكشن، فبيظهر لي بالصوره اللي احنا شايفينها ديا وشفناها قبل كده، اكتوديرم، ميزوديرم، اندوديرم. ولو خدنا مقطع كرونال سكشن بيبان لي بالطريقه دي، ادي الكيفاليك اند، وادي الكودال اند، وادي السطح الازرق ده اللي هو من بره اللي هو اسمه اكتوديرم. طب الاكتوديرم ده ايرلي ستيج اوف اكتوديرم ديفرنشيشنز، بدأ الإكتوديرم يظهر فيه ملامح وتحورات عشان يديني مجموعة structures في الجسم. طيب التحورات اللي هتديني structures في البودي دي، أول حاجة منها إن هو الإكتوديرم بيدي الهير والنيلز والسكين والنيرفس سيستم اللي احنا هنتكلم على جزء منه النهاردة، النيرفس سيستم. يبقى الأورجن بتاع السباينال كورد جاي من الثري لير بأنهي مكان؟ من النيرفس سيستم. طب جاي من انهي مكان؟ من الاكتوديرمال اورجان.
اورجن برضك لسه مكملين، لسه ما خلصناش النقطه الاولانيه اللي هي الاورجن. طب اجى ازاي السباينال كورد من الاكتوديرم؟ طلع من الاكتوديرم على طول كده؟ لا، ادي الامبريو 3 ويك اوف انتراوتراين لايف، خدنا فيه مقطع ترانسفيرس سكشن بلي بالصوره ديت. ادي الاكتوديرمال لير، وادي تحت منها اللي لونه احمر ده الميزوديرمال لير، وادي النوتوكورد، وادي اللي لونها بنفسجي دي نيورال تيوب. طب النيورال تيوب دي جت منين؟ جت من الاكتوديرم ده. الاكتوديرم حصل لي اداني ديفرنشيتد انتو ذا نيورال تيوب، ده مقطع عرضي زي ما احنا شايفينها في البودي بتاع الامبريو بتكون بالصوره دي. ادي النيورال تيوب لو خدنا فيها مقطع عرضي بتظهر لي زي الدايره كده. طيب لو خدنا مقطع طولي ساجيتال سيكشن بيتبان لي النيورال تيوب بالشكل دي. انا اخدها لوحديها ونطلعها بره الجنين، ادي النيورال تيوب. خلاص، تيوب مفتوحه من ناحيتين، جايه منين؟ من الاكتوديرم. اتكونت منين؟ من الاكتوديرم. طيب النيورال تيوب ديت ايه اللي بيحصل فيها؟ بتتقفل من ناحيه الكيفاليك ايند، الجزء ده اسمه كيفاليك ايند وده كودال ايند. الكيفاليك ايند بتقوم مقفوله في الاسبوع الثالث. لما تتقفل في الثيرد ويك اوف انتراتوراين لايف من ناحيه الكيفاليك ان، كانت الانبوبه دي بتمرر سوائل من اليوكساك للامنيون، فالسوائل بتمر بالاتجاه ده، اتقفلت من هنا. لما تتقفل الفتحه اللي ناحيه الكيفاليك ان يزيد فيها كميه السوائل تعمل سويلنج. ادي السويلنج الاولاني وعملت سويلنج ثاني وسويلنج ثالث، يبقى الكيفاليك انت عمل لي ثلاثة سويلينج. الثلاثة سويلينج دول شيرنج ان ذا ديفلوبمنت اوف ذا برين، بتعمل لي الهايند برين والفور برين والميد برين والهايند برين او الرامب الكيفالو. ده الجزء ده كله. طب بقيت النيورال تيوب من تحت من هنا بتديني مين الجزء ده؟ بيديني السباينال كورد. يبقى عرفنا السباينال كورد هنا طالع منين. ذا سباينال كورد ديفولبد فروم ذا كودال بارت اوف ذا نيورال تيوب، ادي الاورجن بتاعه. طيب نشوف الصفحه اللي بعد كده برضك تبع الاورجن بس بتوضح اكتر. ادي البرين اهو زي ما احنا شايفين، وادي السباينال كورد. المنطقه بتاعت البرين دي جايه منين؟ من الثلاثه سويلنج اللي احنا قلنا عليهم الاولانيه اسمها بريزن كيفالون ميزن كيفالون وبعدين رامبن كيفالون. التلات الوان دول ادوني لبرين. اللون الاصفر ده اللي هو النيورال تيوب تكملتها اداني السباينال كورد. لو جينا للنيورال تيوب حقيقه بنبص عليها في السيرد ويك اوف انتراتوراين لايف بتبان لي بالصوره دي. ادي النيورال تيوب وادي حواليها هنا الفيرتبرال كانال زي ما احنا شايفين، وادي الكيفاليك ايد، وادي الكودال ايد بتاعت الامبري. ده الامبريو في الاسبوع الثالث من الانتراتورال لايف. هناخد النيورال تيوب لوحديها نعملها ديسكشن ونطلعها كده لوحديها. ظهرت لي النيورال تيوب اتقفلت من الكيفاليك انت، حصل لما اتقفلت من الكيفاليك انت ادتني الثلاث الوان دول. احنا عاملين الالوان دي عشان تبين لي على السويلنج، ثلاثه سويلنج اللي هو بريزن كيفالون جاي من اعلى مكان، وميزن كيفالون اللون الاحمر ده الوردي ده الجزء الثاني اللي بعد منه، وبعدين رامبن كيفالون الجزء الاخر. طب بقيت النيورال تيوب اللي متبقي الجزء المتبقي ده اداني السباينال كورد. يبقى خلاصه الموضوع عرفنا الاوريجن اوف ذا سباينال كورد جاي منين؟ من الكودال بارت اوف ذا نيورال تيوب اللي هي جايه اصلا من الاكتودير. ادي اول نقطه غطيناها في ايه؟ في الاورجان، في الاوريجن اوف ذا ديفلوبمنت اوف ذا سباينال كورد. اورجانوجينيسيس النقطه الثانيه. ادي النيورال تيوب اهي زي ما احنا شايفين ات فيرست جمله واخدين فيها مقطع. نبص عشان النيورال تيوب بنات لتيوب اهي مقطع عرضي. التيوب دي من الداخل فيها كافيتي فراغ من الداخل، وادي وول زي اي انبوبه بتتكون من وول وكافيتي. من الداخل ده اسمه ليوم او كافيتي، والجزء الخارجي ده اسمه وول. طيب ادي النيورال تيوب خدنا منها مقطع بيبان لي فيها ايه؟ النيورال تيوب بيبان لي فيها بيحصل لها ديفرنشيشنز. ادي الخلايا بتاعتها زي ما احنا شايفين كده سيمبل كولومنر ايبيثيليوم باينه حوالين الاوفال سنترال كانال. ادي السنترال كانال ايه اللي بيحصل فيها بعد كده؟ يحصل بعد كده بروليفريشن تطور بحيث التو لاترال وول، ادي لاترال وول وادي لاترال وول، وده الروف وده فلور. ادي التركيبه بتاعتها لو واخدين فيها مقطع عرضي.
طب اللاترال وول بدأت تتخن شوية، بيحصل لها بلورال فريشنز، تتخن شوية، الخلايا بتاعتها بدأت تتخن شوية، بيحصل سيكنس فيها في اللاترال وول اوف ذا نيورال تيوب. دي أول تحور بيحصل في النيورال تيوب بالنسبة للسباينال كورد. بعد كده الأورجانيزم كمل، بعد كده اللاترال وول ديفرنشيتد انتو 3 لاير. بعد ما كان طبقة واحدة حصل له اللاترال وول دي بقى ثلاث طبقات. ادي طبقة داخلية اللي احنا شايفينها دي، ودي بنسميها ابندايمال لير، ابندايمال لير، ودي عبارة عن سيلز موجودة حوالين السنترال كانال اوف سباينال كورد. طيب دي اول طبقة اللي اسمها ابندايمال لير، وبعدين بعد منها في طبقة تانية اسمها منتال لير، وبعدين الخارجية خالص اسمها مارجنال لير. يبقى حصل ديفرنشيشنز لمين؟ لللاترال وول of the tube of the neural tube، بحيث ان هي تديني ثلاث طبقات من اللاترال وول من هنا ومن هنا. طيب وادي السنتر الكنال في المنتصف، لكن انت عايز تقول لي ايه بالنسبه للابندايمال لير دي اللي هي اول واحده بنتكلم عليها؟ الابندايمال لير اللي احنا شايفينها باللون الاصفر الداخلي دي كولامنر سيلز، هي عباره عن كولامنر سيلز حوالين السنتر الكنال، بتديني ثلاث انواع من الخلايا. يبقى دي الابندايمال لير دي بتدينا كام؟ ثلاث انواع من الخلايا. اول نوع من الخلايا بنسميه ابندايمال سيل لايننج سنترال كانال اوف سباينال كورد، يبقى بتدينا اول حاجه طبقه حوالين مين اللي هي احنا شايفينها دي؟ الابندايمال سيل لير اللي حوالين السباينال ايه؟ السباينال كانال او السنترال كانال. طيب بعد كده بتديني خلايا تانية اسمها النيوروبلاست، يعني الطبقة دي هتديني نيوروبلاست. ايوه يا سيدي هتدي لك النيوروبلاست من هنا، ايوه تتكون من هنا، وبعدين تهاجر بدل ما هنا تمشي لبره، تقوم تعمل لي طبقة تانية خارجية هنا. النيوروبلاست دي تعمل لي حاجة اسمها جري ماتر. يبقى النيوروبلاست دي اصلا كانت جاية منين؟ كانت جاية من الابندايمال لير، حصل لها مايجريشنز وعملت لي منتال لير، عملت لي طبقة تانية خارج الطبقة الداخلية اللي هي inner ابندايمال لير، عملت لي طبقة تانية دي اسمها mental layer، والمنتال لير دي الخلايا بتاعتها اسمها ايه بقى؟ النيوروبلاست. يبقى النيوروبلاست دي اللي هي مسؤولة عن الجري ماتر اللي احنا شايفينها، الخلايا دي كانت اصلا منشأها من هنا وحصلها ماجريشن طلعت هنا، فعملت لي الجري ماتر اللي هي جاية من النيوروبلاست. وكمان بتديني خلايا تانية، الطبقة الداخلية دي بتديني خلايا تانية، نوع تالت من الخلايا اللي هو سبونج بلاست. والسبونج بلاست دي مسؤولة عن ايه؟ سبورتنج سيلز للنيرف ستراكشرز زي النيوروجلايا سيلز. النيوروجلايا سيلز دي وظيفتها عملية تثبيت للخلايا والأنسجة بتاعت الجهاز العصبي، زي ايه وظيفتها؟ تعمل سبورتنج تثبيت ليها. يبقى الصورة دي في الأورجانيجينيسيس تكلمنا عن الابندايمال لاير اللي الطبقة الداخلية اللي احنا شايفينها دي ادتنا ثلاث أنواع من الخلايا. برضك مكملين في الأورجانيجينيسيس اللي هي تاني نقطة، اللاترال وول ديفرنشيتد انتو ثلاثة ليرز. قلنا أول حاجة إنر ابندايمال لاير اللي احنا تكلمنا عليها دي وشفناها كويس خالص. طيب الميد لاير دي اللي احنا شايفينها دي اسمها ايه؟ منتال لير. يبقى الطبقه الثانيه اسمها منتال لير، ودي بيحصل لها سيكر، بيحصل لها سيكنس، وبتبقى اتخن واحده، اتخن طبقه في الاستراكشرز بتاع النيورال تيوب في منطقه السباينال كورد، يعني بتبقى اتخن واحده فيهم، وبتدينا الجري ماتر وهي موجود فيها النيوروبلاست سيلز. يبقى دي الطبقه الثانيه اللي احنا بنتكلم عليها الميدل لير او المنتال لير. طب تالت طبقة اللي احنا شايفينها اوتر مارجنال لير، ادي الاوتر مارجنال لير اللي احنا شايفينها باللون الاصفر الخارجي دي اسمها مارجنال لير او اوتر مارجنال لير. والاوتر مارجنال لير دي بتدينا الفايبرز اللي هي الوايت ماتر في السباينال كورد. يبقى المارجنال لير دي بتديني مين؟ بتديني الوايت ماتر اوف ذا سباينال كورد اللي هي اسندنج وديسندنج تراكت، واتكلمنا عليها ان ديتيلز في محاضرة السباينال كورد. يبقى دول بعد كده differentiations برضك مستمر في السباينال كورد، النيورال تيوب اللي هي بتكون لي السباينال كورد. برضك مكملين بعد كده،
ادي نفس الصوره اللي احنا اتكلمنا عليها، قلنا الطبقه الخارجيه دي اسمها مارجنال لير، والطبقه اللي احنا شايفينها في المنتصف دي اسمها فينتال لير، ودي بتدي الجري ماتر اوف سباينال كورد، ودي بتدي الوايت ماتر اوف سباينال كورد، وادي الايبن دايمن لير اللي هي حوالين السنترال كانال. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ الصوره واضحه جدا من اهي، يحصل ديفرنشيشن، تغيير وتحوير في النيورال تيوب في منطقه السباينال كورد. التحوير ده مش من بره المره دي، لا ده من جوه، من نيورال تيوب من الداخل، من اليوم من الداخل، في حته في النقطتين اللي احنا شايفينهم بالسهم الاحمر دي، يحصل انبعاج فيها، يحصل سلكس، يحصل جروف فيها. السلكس دي بنسميه سلكس ليميتنس. السلكس ليميتنس دي في كل النيورال تيوب بتاعت السباينال كورد، كمان بيطلع في منطقه الهايند برين لعند ما يوصل الجانكشنز بتوين ذا ميد برين اندي بون ومنطقه اللي هو الميزنكيفالون والرامبنكيفالون. يبقى بيستمر من تحت السباينال كورد كل هيته ويطلع في منطقه المظله وكمان منطقه البونز لعند ما ينتهي في عند الجانكشنز بتوين ذا ميد برين اند هايند برين. ده النهايه بتاعت السلكس ليميتد. دي بدايته اهو، بدا ايه يحصل؟ جروفنج من الداخل من السنتر كانال. هنا الجروفنج زاد اكتر شويه، بدا يبقى عباره عن سلكس على البوست سايد، على الرايت سايد والليفت سايد زي ما احنا شايفين كده. لان السلكس ده هيعمل لي فيما بعد الشكل بتاع اللير، بدل ما هو دايره لا ده هيحصل فيه تحور، يديله هورن كده وهورن كده وهكذا. يبقى اذا بعد كده السلكس ليميتد ده هيحصل لي ديفرنشيشنز لمين؟ للجري ماتر اللي احنا شايفينها ديا، من البريشر بيضغط عليها من الداخل من هنا ومن هنا في ضغط عليها، فيعمل لي هنا هورن بدا يظهر اهو للخلف، يبقى يديني جزء للخلف وجزء الانبعاج للامام وانبعاج للخلف. بنسميه تو دورسال ايلر بليت. ادي التو دورسال ايلر بليت اللي هم دول، ادي واحد وادي الثاني، تو دورسال ايلر بليت او لامينا، ودول سنسوري بيبقوا سنسوري، وادي الانتيرو دول بيبقوا اكبر شويه حجمهم بارز واكبر شويه، ودول بنسميهم فينترال بيزال بليت اور لامينا. خلوا بالكم من كلمه ايلر وبيزل. بيزل دي في الامام من قدام من هنا بيزل، يبقى بيزل بليت. ايلر من الخلف من ورا من هنا، تمام، بوستيرلي ايلر بليت. يبقى اذا دلوقتي عرفنا دلوقتي الديفرنشيشنز وصل الى اثنين ايلر بليت للخلف، تمام، بنسميهم للخلف التو ايلر لامينا او بليت، ودول سنسوري. بعد كده الخلايا بتاعتهم بتبقى سنسوري نيورونز. طيب والاثنين اللي قدام دول فنترال او بيزل بليد او لامينا، ودول بيكونوا موتور نيورونز. ان كانت اورجانوجينيسيس، ولكن في سؤال ايجا في المنتصف، تعال نشوف السؤال ممكن يجي ازاي. ذا ايلر بليد اوف ذا سباينال كورد ديفلوبمنت ويل ديفرنشيتد انتو تو جيفز وان اوف ذا فولوينج، تو جيفز وان اوف ذا فولوينج. الإيلر بليت احنا عارفينه بيبقى بوستيرلي، هيدي البوستير هورن اوف جراي ماتر ولا الانتير هورن اوف جراي ماتر، وخمسه اوبشن موجودين. طبعا بيديني البوستير هورن اوف ذا جراي ماتر. هنكمل بردك في الاورجانوجينيسيس بعد السؤال. هنرجع التو دورسال إيلر بليت اهم واضحين خالص، ادي البوستير إيلر بليت او الإيلر بليت او الإيلر لامينا اهم زي ما احنا شايفين، وادي هنا ويل ديفرنشيتد اكتر، ادي البيزل بليت او البيزل لامينا، وفي جزء بيناتهم صغير بدا يظهر في اماكن معينه من السبايدر كورد انترميديت بليت. ده في اماكن معينه من اللينس بتاع السبايدر كورد، وده بيدينا اللاترال هورن اوف ذا سبايدر كورد اللي هو عباره عن اوتونوميك. طيب ده سنسوري وده ايه موتور ودول اوتونوميك. يبقى اذا التو فينترال بيزال بليت ده بدا يظهر من خالص، وبعد كده يحصل له ديفرنشيشن اكتر، فيظهر لي ادي صوره الماده اللي جراي ماتر اهي ديفرنشيتد انتو بوستيرور هورن، وده سنسوري اوف جراي ماتر، وادي اللاترال هورن، وادي الانتيرور هورن ده موتور، وعرفنا الانتيرور هورن ده جاي منين؟ من البيزال بليت او البيزال لامينا. طيب والبوستير هورن ده قلنا جاي منين؟ ادي البوستير هورن اوف جراي ماتر جاي منين؟ من الايلر بليت او الايلر لامينا. طيب والانترميديت بليت بيديني طبعا
الاوتونوميك اللي احنا عارفينه اللاترال لور اوف جري ماتر. يبقى الصوره بتاعت السباينال كورد هنا بدات تكتمل وتتضح الصوره اكتر. من بره زي ما احنا شايفين الوايت ماتر اللي احنا المارجنال لير بدات تدي البوستير كولم اوف وايت ماتر، وادي اللاترال كولم اوف وايت ماتر، وادي الانتير كولم اوف وايت ماتر. يبقى لما يجي سؤال عن الوايت ماتر اعرف ان هي جايه منين، من المارجنال لير. بعد كده الاورجانوجينيسيس بتستمر، اورجانوجينيسيس اللي هي عمليه الجروس اوف سباينال كورد، النمو بتاعه. ادي النمو بتاعه في الانتراتيراين لايف عند الشهر الثالث، 3 مانس اوف انتراتيراين لايف للسباينال كورد لعند الشهر الثالث من الحمل بيبقى مليء للفيرتبرال كانال كليتها زي ما احنا شايفين في الصوره. واضح خالص، ادي السباينال كورد مليء للفيرتبرال كانال كليتها لعند الشهر الثالث من الانتراتيراين لايف. طب بعد الشهر الثالث من الانتراتيراين لايف اهو السباينال كورد، بلاقي السباينال كورد بدا يحصل له شورتج عشان الرابيد ديفلوبمنت اوف ذا فيرتبرال كولم، فبدا يحصل له شورتج وبلاقي هنا ادبيرس عند الثيرد لامبر فيرتبري، عند رقم 3 لامبر فيرتبري استخدام رقم. اما في الادلت فبنلقاه ان ذا ديسك بتوين ال1 وال2 واتكلمنا عليه قبل كده. سيماري فور ذا سباينال كورد ديفلوبمنت، نفس الكلام قلنا ادي النيورال تيوب خدنا مقطع فيها، ادي اللاترال وول وادي الروف وادي الكافيتي بتاعه اللي هي عباره عن سنتر كانال وادي الفلور. وبعد كده حصل ديفرنشيشنز للمين لللاترال وول، ادينا 3 لير، ادي الانر لير ايفن دايمن لير، وادي المينتال لير اللي بتدي الجري ماتر، واللي بره اسمها مارتينال لير بتديني ايه الوايت ماتر. حصل ديفرنشيشن بعد كده وادانا سالكس ليميتانس اللي هو من داخل ده بيظهر، ادي السالكاس ليميتانس، وبيعمل ديفرنشيس الى تو ايلر لامينا، ادي الايلر لامينا بتبقى بوستير، وادي البيزل لامينا بتبقى انتيرلي بالنسبه للجري ماتر. وقلنا الانتير دي بتبقى موتور والبوستير دي بتبقى سنسوري. بدا يحصل ديفرنشيشن اكتر واكتر ويظهر لي البيزل بليت من قدام، ده عباره عن الموتور الجزء الموتور، وادي الايلر بليت من بوستيرلي وده عباره عن سنسل، والمنطقه اللي في النص دي يعني بتاعت اللاترال هورن ودي عباره عن سمباسات اوتونوميك سمباساتيك وبارا سمباساتيك. هنا حصل كومبليت ديفرنشيشنز بحيث ان هو يدينا الصوره النهائيه بتاعت المقطع في السباينال كورد زي ما احنا شايفين كده، التقسيمه بتاعته الوايت ماتر من بره اللي هنا اصفر دي، والجري ماتر والديفرنشيشن بتاعها بوستير هورن لاترال هورن انتير هورن، وادي السنترال كانال وحواليها ليبن دايمر لير. الاورجانوجينيسيس برضك ما انتهتش، لسه في اورجانوجينيسيس لمين؟ للكفرنج اوف ذا سباينال كورد. السباينال كورد له كفرنج ديورا اراكنويد بايوماتر، الثلاثه لير اتكلمنا عليهم قبل كده. جايين منين الثلاثه لير؟ الديورا درايفد فروم ذا ميزوديرمال لير. يبقى الديورا جايه منين؟ من الميزوديرم اللي لونه احمر ده، ادي الديورا اهي اللي لونها فضي جايه من الميزوديرم اللي لونه احمر الطبقه دي. طب والبايوماتر والاراكنويد؟ لا ده دول جايين منين؟ من الاكتوديرم زيهم زي السباينال كورد. Anomalies of the spinal cord، الانوماليز الموجوده في الديفلوبمنت سباينا بيفيتا. سباينا بيفيتا يعني سباينا بيفيتا الفيرتبرال كانال اللي في السباينال كورد مشقوقه، فلما يحصل فيها شك يحصل لي بالجنج زي ما احنا شايفين كده. هنا open spina bifida وهنا closed spina bifida. يعني ايه closed ويعني ايه open؟ يعني هنا النيرفس تيشو ماشي زي ما هو في الاستراكشرز بتاعت النيرفس تيشو، ما حصلش لها اي حاجه، مقفوله ما فيش اي حاجه. انما هنا الفيرتبرال كانال اتفتحت ودخل فيها جزء منين؟ من السباينال مننجيس او ايه الاستراكشر نيرفس استراكشر. يبقى دي اسمها اوبن سباينا بيفيدا ودي اسمها ايه كلوز سباينا بيفيدا. ودي بنلاحظ البيبي، اي بيبي يتولد لازم نبص عليه كويس ونفحصه كويس في اثناء الولاده. ادي نوع تاني من الانوماليز مكملين برضك موجود، دي تالت حاجه الانوماليز، دي تالت نقطه في السبيشال امبريولوجي. الانوماليز الموجوده منينجوسيل، ايه المنينجوسيل دي؟ بيحصل سبليتنج للفيرتبرال ارش، الفيرتبرال ارش اند بالجنج اوف ذا منينجيس ثرو ذا ليجن. ادي الفيرتبرال ارش زي ما احنا شايفين كده، ادي الفيرتبرال ارش زي ما احنا شايفين كده، ادي البودي بتاع الفيرتبرا زي ما احنا شايفين، وادي الديسك موجود، وهنا في القناه الفيرتبرال كانال اللي فيها السباينال كورد والمنينجيس، وادي هنا من ورا هنا الفيرتبرال ارش، وادي هنا السباينس بروسيس. بيحصل ديفكت الحته دي ما بتتكونش، يقوم يحصل بالجنج لمين؟ للمننجيس جواها، وتعمل لي
نفيخه كده موجوده سويلنج. السويلنج ده زي ما احنا شايفين اسمه منينجو سي، لان دخل هنا المينينجيز ودخل هنا السي اس اف. فلو جبنا سرنجه وسحبنا هيطلع لي سي اس اف من ظهر البيب الصغير ده، ايوه هيطلع لي سي اس اف، يبقى اسمه منينجو سي. بنعمل لها عمليه وتخف ان شاء الله. طيب هنا في الحاله الثانيه اسمه منينجو مايوسين. اما ايه المينينجو مايوسين؟ زي اللي فوق بالظبط، بس بدل ما يخش هنا هو المينينجيس بس، ده دخل معاها نيورال تيشو، جزء من سباينال كورد او من النيرفس الموجوده، يبقى ده اسمه منينجو مايوسين. دخل هنا ستراكشر نيرفس ستراكشر. طيب ده بالنسبه ايه للمينينجو سين الموجود. في حاجه اسمها مايلو سين. مايلوسين فيلير اوف كلوجر اوف ذا نيورال تيوب. النيورال تيوب ما اتقفلتش، الكتل الاند بتاعتها ما اتقفلتش، فيعمل لي حاجه اسمها مايلوسين. مايلوسين النيورال تيوب ما اتقفلتش، فيلير اوف كلوجر اوف ذا نيورال تيوب بالكتل الاند، يبقى دي الانوماليز الموجوده في السباينال كورد. ثانك يو.